سي حمادي جبيلي رئيس الجمهورية الذي سيحرص على احترام تطبيق احترام الدستور يظل أول آلية هو أنه يهتم بالقضاء استقلالية القضاء اليوم كيفاش تراها في تونس مع العلم تعرف فما شبه إجماع أنه القضاء اليوم فيه قضاة كثيرين غير مستقلين. قضاء وقت الاتحاد كان مسخر كما الإعلام كان مسخر وكونوا واقعين وصراحة مش في يوم وليلة باش العقلية هذه تتغير، هي ثقافة هي تربية. إذا كنا نتصور أنه الإعلام تاعنا باش يتغير في نهار ولا القضاء ولا الشرطة ولا الأمن ولا كله، الحمد لله إلا الجيش خذا دائما تاريخ واضح. ولذلك خلينا في الديناميكية هذه متاع الثقافة الإيجابية، القضاء قاعد يتحسن ولكن أيضا السياسيين وحكام المعارضين واللوبيات راهم مازالوا يسخروا في القضاء ومازالوا يسخروا في الإعلام.